عشان نوصل للصورة دي كان التمن مجهود وتعب سنين. لكن ثانية واحدة، ملايين الأفدنة اتجرفت، والأراضي الزراعية في دلتا النيل خيرها قل، والمنتجات الزراعية أسعارها زادت، والكل بقى خايف على مستقبل ولاده. لكن الشعب هنا كان القرار، والكلمة كانت هي المصير لكل المصريين. وبدأنا رحلة جديدة في زيادة الأراضي الزراعية في مصر، واستصلحنا ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية، واللي بقت جنة وعم خيرها على كل المصريين. وقدرنا ننفذ حلم المليون صوبة زراعية، وكمان زرعنا 1.5 مليون نخلة في توشكا، وبنينا مئات الصوامع عشان نخزن القمح، وزاد خير أرضنا وسعره بقى في المتناول، ورجعت مصر من تاني أرض الخير. 30 يونيو، حلم بيتحقق.